الكافرين المصريين الآمنين وهم في طريقهم إلى دير الأنبا إسماعيل بمحافظة المنيا، والذي راعى ضحايا العديد من القتلى والمصابين. ولا شك أن هذا الحادث الأخير بكل تفاصيله الخسيسة التي علمها الجميع يكشف بجلاء عن مدى اليأس والإحباط الذي وصل إليه الإرهاب والقائمين عليه والداعمين له في مصر، خاصة بعد النجاحات المتكررة للقضاء عليه من جانب القوات الأمنية في الفترة الأخيرة. إن الإرهاب لا يريد للشعب المصري أن يتفرغ لعملية البناء والتنمية، ويحاول دائما شغل المواطنين عن أولويات العمل. ولهذه الفئة الضالة نقول: نحن نوار الشعب، إنه مهما تعددت محاولاتكم ووسائل الغدر لديكم فإنها لن تنال من عزيمة الشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة، ولن تعود هذه المحاولات عليكم إلا بالمزيد من التحدي والإصرار من جانبنا على القضاء على الإرهاب بكافة إشكاله والسير نحو آفاق أكبر من التقدم والتنمية. ورغم محاولاتكم البائسة لزرع جذور الفتنة بين المصريين، إلا أنها لن تترك أي أثر ولو كان طفيفاً في قوة ومتانة نسيج الوطن. ودائماً ما كان نصيب هذه المحاولات هو الفشل بفضل تكاتف كافة طوائف الشعب المصري. عاجل لجميع المصابين وعودتهم إلى أهلهم سالمين إن شاء الله، وإني أدعوكم جميعا للوقوف وقراءة